ماما انا نازله يا حبيبتي، عاوزه حاجه؟ انت خلاص نازله يا امو انت؟ اه يا قلبي. قولي لي، انتوا عندكم كهربا في المستشفى؟ اه اكيد يعني. ولما بتقطع بيشغلوا المولد. اصل من ساعه اللي ما يتسموش دول ما فجروا محطه الكهرباء، وهي بتيجي كام ساعه يا دوب وتقطع. ما هم بيوزعوا الاحمال يا حبيبتي لحد ما يصلحوا المحطه. ما انا قلت اجي معاكي المستشفى. تيجي معايا فين؟ اشوف الحلقه الاخيره في المسلسل. حلقه ايه يا بطه؟ انت المسلسلات دي هتجننك. اهو النور جه. الحمد لله. انزل بقى عشان ما اتاخرش. خدي بالك على نفسك. يلا الحقي بقى الحلقه. سلام. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. باص يا هيثم، ايه لك بص من الاول يا اخي؟ تعالى عشان نور طبعا اللي ما جريش. طيب ارجع. خش يا نور. انت بتلعب ناشف؟ ماشي ماشي يا ادريس، براحتك. والله الايام اللي فاتت كانت صعبه على الكل، بس الرجاله حالتهم المعنويه ارتفعت مع المداهمات اللي حصلت بعد الاواديس. لا يا فندم، اللي اكتشفته العمليات الارهابيه دي مش بتهبط العزيمه، بالعكس بترفعها. الرجاله معنوياتها عاليه، حتى تركيزهم في التنفيذ بقى والتدريب كمان. بس انا اكتشفت حاجه تانيه برضه يا فندم. ايه؟ حضرتك بقالك شهر ما نزلتش ولا يوم اجازه، البنات ما وحشتكش؟ والله وحشوني، بس في شغل كتير لازم يتم. تمام يا فندم، بس الامور دلوقتي افضل الحمد لله. يومين اجازه مش هيفرقوا مع سيادتك في حاجه. انا لسه مكلم مراتي وقلت لها ما تعملش حسابها ان انا جاي قريب. خلاص خليها مفاجاه يا فندم. انت نازل بكره؟ ان شاء الله، بس مش اكتر من 48 ساعه. هحاول فيهم برضه ازور اللي هو خالد. انا لسه مكلم الدكاتره وطمنوني عليه، بس من فضلك لو شفته بلغوا تحياتي وتحيات كل القطاع. اكيد يا فندم. اسمع، قوم خش مكاني. ليش نفسي يا فندم؟ والله ما فيليش نفسي. ايه خش، بقول لك انا عايز اريح شويه. يلا اسمعوا مكاني يا رجاله. شوت شوت يا اسمعت. برد شويه النهارده ولا ايه؟ هنتقابل في الاجازه اكيد، بس يعني لو ما حصلش حاجه بقى اجلوها لنا ولا حاجه. انا عندي كاتب كتاب بقى بنت خالي، امي وخالي مصممين ان انا اشهد على كاتب الكتاب ده. مش عارف ايه، مش عارف يعني. انتوا عندكم فرح وما عزمتنيش؟ لا، كاتب كتاب الفرح لسه كمان 6 شهور. انت محتاج عزومه يعني؟ كمان. ايوه يا ام، عامل ايه؟ لا الدنيا هنا في الاسماعيليه هاديه علاوله. منجت ايه بس ياما اللي فلشته؟ والله في الاسماعيليه بس المنجة اوانها الصيف. بالله مش تقلقي ياما، مش تقلقي بالله. بنام كويس وباكل كويس. ماشي ياما، ماشي. سلام سلام. أما سلمي على أبا. ماشي يما، سلام. تعال بركات، تعال. تعال. أنت منين يا بركات؟ مركز أبو حماد شرقية. أجدع ناس يا سيدي. بص، أمك عارفة إن أنت هنا، واخد بالك؟ والفاكهة هنا في العريش أحلى فاكهة في الدنيا. تشتري لها فاكهة من السوق وتاخدها معاك في الأجازة، وأول ما تنزل تديها لها وتقول لها إيه؟ تدعي لنا عشان عايشين بدعائهم. حاضر يا فندم. ماشي؟ حاضر. اتك على الله. يا ده امشي، يلا اتك على الله. حاضر يا فندم.